السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم الفلسفة. مرحبا بكم فاميلا في فيديو آخر. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نحاول نهضر لكم على المنحة الجامعية، وغادي نحاول إن شاء الله نجاوب لكم على ثلاثة الأسئلة اللي تكررت في الحساب ديالي بخصوص المنحة الجامعية. دونك غادي نحاول إن شاء الله نعطيكم الإجابات ونوريكم الطريقة كيفاش تتعاملوا مع هذه الحالات هادو. دونك أي تعليق أو استفسار بخصوص المنحة الجامعية حاول تخلي ليا في التعليقات، باش ان شاء الله غادي نحاول من هنا القدام ندير فيديوهات باش نجاوب على جميع الاسئله ديالكم ونعطيكم الحلول ان شاء الله بخصوص المنحه الجامعيه. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاول نهضروا على الناس اللي ديجا كيشدوا المنحه او كيستحقوها، وهاد السنه هادي تفاجئوا ما لقاوش المنحه الجامعيه. دونك يكون سبب من هاد الاسباب الثلاثه. الاول حاله اللي هي السبب الاول، ان هاد الناس هادو اما عندهم بطاقه منحه منتهيه الصلاحيه، بمعنى ان واخا تصرف عندهم المنحه ما غاديش يلقاو المنحه في البطاقه ديالهم، لان هاد البطاقه هادي انتهت الصلاحيه تاعها، يعني فات الاجل ديالها. دونك اي واحد ما خرجاتش ليه المنحه وديجا كيشدها، يمشي يتاكد من المنحه ديال من بطاقه المنحه ديالو، يحاول يشوف المده فاش كتنتهي الصلاحيه ديالو. دونك الا كانت المنحه انتهت الصلاحيه ديالها اش كدير؟ كتمشي البوسطه الكبيره اللي كتنتمي للكليه ديالك، يعني مناش كتجيبوا البطاقه المنحه ديالكم. دونك غادي دي معاك بطاقه الطالب، يعني الرئيسي باش تسجلتي او وسط التسجيل باش تسجلتي، وكذلك بطاقه التعريف الوطنيه، وكذلك بطاقه منحتي. دونك غتمشي عندهم غتقول لهم بان المنحه ديالي او بطاقه منحتي ديالي انتهت الصلاحيه ديالها، غادي يقلبوا على الاسم ديالك، ولا كانت موجوده راه غادي يعطيوها لك. دونك اوتوماتيكمون هما الناس اللي سالت لهم منحه البطاقه المنحه الجامعيه كيجددوها، يعني اوتوماتيكمون كتلقاها موجوده. دونك هادشي بالنسبه للحاله الاولى. بالنسبه للحاله الثانيه وهي اللي عندهم مشكل في الحساب، يعني لقى ان راسو مفاليدي لي موديل خصهم يفاليدي باش ياخذ المنحه الجامعيه لكن ما شداش، هنا في هذه الحاله خصو يدير شكايه، يمشي يدير شكايه في مصلحه المنح الخاصه بالمنحه الجامعيه في الكليه اللي كينتمي لها. دونك غادي يمشي للكيشي الخاص بالمنح الطلابيه باش ان شاء الله يلقى الحل لهذا المشكل هذا ويرفع شكايه على حساب هذا المشكل هذا. دونك هذه بالنسبه للحاله الثانيه. بالنسبه للحاله الثالثه هي الترونسفير، يعني صحاب الناس اللي داروا انتقال من الكليه للكليه. دونك في هذه الحاله هذه الا درتي ترونسفير من الكليه للكليه خاصك دير ترونسفير حتى المنحه الجامعيه باش تخرج لك. دونك لما درتيش ترونسفير المنحه الجامعيه ما غاديش تخرج لك. دونك جميع هاد الامور هادي راه كتلقاوها في المواقع الخاصه بالكليات ديالكم. دونك كيكونوا دي زانونس على حساب الناس اللي عندهم ترونسفير، وقت فاش خصهم يديروا ترونسفير بالنسبه للناس اللي عندهم بطاقه منحه منتهيه الصلاحيه. دونك جميع هاد الامور هادي غادي تلقاوها ان شاء الله. دونك هادشي اللي كاين في هاد الفيديو هذا، الا عجبكم ما تنساوش ديروا لنا لايك، وكذلك تبارطاجيو مع الاصدقاء اللي ما عارفينش الحلول ديال هاد المشاكل هادو باش يوصل ان شاء الله لجميع الطلاب اللي محتاجين لهاد الامر هذا. وكذلك بالنسبه للناس اللي كيتابعونا اول مره هاد الفيديو هذا، نزلت الفيديو على القوه البطونة حمراء مكتوب فيها اشتراك وصابون وسبسكرايب، يحاولوا يضغطوا عليها باش يتوصلوا بجميع الفيديوهات الخاصه بالقناه ديال الفلسفه، وكذلك يحاولوا يفعلوا الزر ديال المنبه باش ان شاء الله يتوصلوا بالاشعارات والنوتيفيكاسيون الخاصه بالفيديوهات ديالنا، وما تنساوش التعليقات او استفسار بخصوص هذا الموضوع.